أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علم القرآن خلق الإنسان علمه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان خلق الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال وخلق الجن من مارج
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم.